عندنا ملفات كثيرة النهاردة زي ما قلت لحضراتكم، وعايزين نبدأها معاك يا عمرو بالنادي الأهلي. النادي الأهلي الموسم اللي فات كان موسم رائع، مش هقول موسم استثنائي، لكن موسم حقق فيه تقريبا كل البطولات. وكان ينتظر النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي أكيد كالعادة متوقعة أن النادي الأهلي هيحصد كل البطولات الموسم دوت. رأيك إيه في استعداد النادي الأهلي للموسم ده؟ وعايز أخد رأيك أنت والكابتن أحمد في كمان خسارة السوبر الأفريقي. أنا قلت إن كان مهم، مش مهم يعني، طبعا كلنا كنا زعلانين، لكن كان قرصة ودن أو جرس إنذار للعيبة النادي الأهلي وحتى للإدارة و و و لا، إنه الموسم ده موسم صعب جدا، عندنا بطولات كثيرة جدا والتحديات كبيرة جدا، وبالتالي كان قد تكون يعني قرصة ودن كده إن لا فوق يا جماعة، إحنا عندنا موسم صعب. رؤيتك إيه للنادي الأهلي، استعداده للموسم اللي أنا في رأيي هيكون موسم صعب على النادي الأهلي؟ بص يا كابتن، اول حاجه لفتره الاعداد اللي الراجل عملها وفصل اللعيبه، يمكن كنت مع وجود مع حضرتك وقلنا ان الراجل لما بيدي اجازه او بيدي راحه بيديها ببرنامج، مش راحه سلبيه عامه، لا بيدي برنامج تشتغل عليه لغايه اما يبدا الموسم الجديد. صحيح. وعمل معسكر شفناه في النمسا وكنا متابعين النادي الاهلي كان شغال ازاي. احنا كنا متوقعين، ما فيش حد ماشي في الشارع او موجود بيشجع النادي الاهلي الا ما كان متاكد ان مباراه اتحاد العاصمه اكتر من 95% موجوده، انت كمان اي حد وانا اولهم، بس كان في عندي احساس بسيط انك انت حتى الاحساس ده وصل للمدير الفني ووصل للعيب. يمكن احنا كمتفرجين بنتفرج ونقول من نفسنا، اماني بنطلبها من ربنا ان الاهلي ياخد البطوله ويحصد من 7 بطولات الـ6 اتحاد العاصمه، ويبقى احنا ما وصلناش بس عن طريق كاس العالم للانديه. صحيح. بس في الوقت ده قرصه الودن مع كولر ما بتتكررش كتير، مره واحده سان داونز دي مره، مباراه الهلال دي مره، في حاجات ما بتتكررش كتير. اتحاد العاصمه لو اتعاد 100 مره مش هيتكرر بن شيخه ان هو يتفوق على النادي الاهلي بضرب الجزاء، وهو لعب على قد امكانياته واحترم اسم كبير زي النادي الاهلي. هو اشتغل على دي، انا هلعب على هجمه مرتده على ضرب الجزاء واستنى لعبه الحظ لما اوصل لضربات الجزاء الترجيحيه واوصل انا والنادي الاهلي، يبقى انا عملت اعلى تارجت ان انا وصلت ضد وحش افريقيا وصلته لغايه ضربات الجزاء. كويس قوي، عشان احنا كمان مش هنلجا للتحكيم كان عامل ازاي واخطاء تحكيميه ولينا جول ولينا ضرب جزاء، كل دوت احنا بنحطه على جنب لان ده اخطاء تحكيميه وارده في كل الحالات، لكن اللي يهمنا اداء النادي الاهلي والشكل النادي الاهلي وما بعد هذه الهزيمه. بالظبط، يعني ده كمان المهم قوي. اللي خرج منه كولر ان هو عمل حاجه جميله قوي. يمكن كنت قريت موقف حصل ما بينه وما بين عمال اوضه اللبس، قال لك انا حسيت ان في حزن كبير قوي، انا مش عايزه يوصل للعيبه. اخرج بعد من الموقف المباراة. بعد المباراه اخرج، وارد ان المكسب والخساره في اخطاء كان كمدير فني اتعاملت مع المباراه، في ايجابيات انا خرجت منها لازم استمد بها. الايجابيات دي يا كابتن بتبقى عباره عن امور مرنه، الايجابيه الكبيره انا بستمد منها ان العب المباراه اللي بعدها واخرج فرقتي من الكبوه اللي هي فيه، وفي نفس الوقت اللعيبه بتاعتي تبقى فايقه وعارفه هي هتشتغل ازاي. ده اللي احنا شفناه في مباراه المصري، شفناه في مباراه سان جورج، شفناه في مباراه الاسماعيلي، ان الراجل وصل تاني بالحب بالاداء بالانسجام بامور النفسيه للعيبه، وصل للطريق السليم. يبقى الموقف كانت قرصه ودن لينا وليه وللعيبه، حاجه حزنت جماهير النادي الاهلي، ان احنا متعودين اما بنشارك في بطوله لازم بنكون احنا موجودين في منصه التتويج اول، ما بنفكرش ان احنا نبقى رقم 2. صحيح.